تحية حب ووفاء وإخلاص لكم مشاهدينا في ما كنتم. مرحبا بكم معنا ضمن حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيستا. وفيستا ديال اليوم غتكون 100% راب، خاص بواحد النجم تميز في هذا اللون الموسيقي. من صغره وعزيز عليه نجم البوب مايكل جاكسون، والحلم ديالو أنه يكون نمبر وان في الهيب هوب. الاسم ديالو الحقيقي محمد المالكي، ولكن إلا سولت الناس ديال الراب وقلت لهم سمو عليه غادي يقولوا لي ماستر فلو. ماستر فلو هو نجم حلقتنا لهذا اليوم. بقاو مع هاد المقتطفات الخاصة به ونتلاقاو معاه من دابا شوية. شد السون جوج توام حاكمين مايكروفون، بغينا البيض يكون اللون في كل بلاصة ضد الكون. ماستر بالو هاني بحال هنا او صافي بحال صفا او باغين الخير من صباح حتى المساء. جينا نقولوا باركة من الهم، باركة من خصام الناس وباركة من الدم. وقتاش لحناش تعطيك العسل وتنسى السم. اللي قاع مشيت تتلوش من اليوم غادي لم لم زيد زيد سلم حاكم قيم كاملة لا سيما انه غتشوفنا كيف كيف يوم القيامة. شحال حلمت وباقي نحلم بالوقت الصفا، والنار اللي تقضي في قلوب الناس صافي طفا. مرحبا بينا عندك ماستر فلو، نهار كبير هذا اللي انت ضيف برنامج فيستا. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه. شنو تبغيني نعيط لك بهذا؟ واش ماستر فلو ولا محمد المالكي؟ تعيط المالكي محمد ولا ماستر ولا فلو غادي ندور، ما كاينش واخا في اللغه ديالك في الناس اصدقائك العائله ديالك شنو كيعيطوا لك؟ واش محمد المالكي ولا ماستر فلو؟ العائله سي محمد. اصدقاء على حساب، الا كانوا اصدقاء طفوله راه اسم محمد. كانوا اصدقاء السوء اصدقاء الراب راه ماستر. قلتي اصدقاء السوء باش نضحكوا ونبسطوا سريو الاولاد. المهم الراب عندك غادي نيشان مزيان، ما فيهش شي حاجه خايبه. لا 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 تنكيت با. حنا قبل ما نجيو عندك ماستر فلو درنا واحد الجوله في الشارع وسولنا الجمهور عليك، كانت اراء وتساؤلات. هذا تجسس سيري. تجسسنا عليك شويه وكان تساؤلات كاين عندك لي فان تاع ايه سولناهم وكانت بعد الاراء شنو بالك نشوفهم ونعاودوا نرجعوا لك. الله يسمعنا اخبار الخير. اذا مشاهدينا بقاو معنا في الشارع الخاص بالنجم ديالنا ديال هذه الحلقه ماستر فلو راجعين. ماستر فلو فنان ديالنا متالق وكيعجبونا الاغاني ديالو من حطيت مداد في السيلو. كان هو غاب شويه على الميدان وكنتمناو يرجع. اول حاجه السلام عليكم. ثاني حاجه داك السيد كيخدم موسيقى نقيه وكنعرفو مزيان. السؤال اللي بغيت نقول ليه هو الالبوم سمو عليه؟ ملي كنقول لك الالبوم سمو عليه راه هو عارف الفيلم كيفاش داير، دونك بغينا نعرفو شنو هو لاداتش وشنو هو الجديد ديالو ويتوب عليه وبون كوراج. اول حاجه بعد ماستر فلو كان ملي كان شيغني كان شيعجبني شيغني على الراب، شيعجبني الغنى ديالو ملي كان شيقول مثلا ضحك علينا ولا واش حنا ضحكوا كان كيوصل واحد الميساجات. مي دابا اصلا كاع الرواب المغربيين ولاو شي يتبعوا غير الفلوس. يعني بعدا باش النظر واش ماستر فلو عندك شي جرأه باش انك تغني على شي حوايج اللي ماشي غنوش عليهم الرابور الاخرين؟ ماستر فلو فشقتنا شحال ديما كنا سمعنا شي تراك ديالو، هذوك ما كرهناش نشوفو مع كاساكرا وشي ديو يكون خطير يكون واعر ان شاء الله. واه فنان متالق ناجح في اعماله وكنسمعوا بزاف في الجديد عليه. كنتمناو ليه مشوار طويل في المسار الفني ديالو والله يخليه ديما الفوق الفوق. المهم تنقول لك راك غبرتي بزاف وبغينا الجديد ان شاء الله. بيس. هادو بعض الاراء والتساؤلات الخاصه بيك غادي نجاوبوا عليها ابخي، ولكن شنو رايك انت؟ شوفي ملي كتعرف ان الناس كاينين الناس اللي متبعينك ولا انت عزيز عليهم ولا يعني واعيين بالوجود ديالك صافي توجور بليزير. دونك انا بغيت نشكر بعد هاد الناس هادو اللي كيعرفوا ماستر ولا كيسولوا على الجديد ديال ماستر. صافي بليزير، واخا الصراحه كتعطيني مسؤوليه كبيره. يعني كنزيد نعرف ان الناس كيتسناو، دونك هذيك الثقه زعما اون بلوس عليا، ولكن صافي توجور بليزير الحمد لله. من بين الاسئله اللي طرحوا عليك يعني القضيه ديال السمو عليه
فين نوصل للكليب. هاد تسمو عليه بعدا انا يا يعني العنوان بيزا غادي تفسر لي العنوان نفسر لك لي شنو قضيه الكليب اللي باقي ما خرجش والناس كيتسناو تسمو عليه تسمو عليه كيشي كيما قلت لك انا بالنسبه ليا الفن هي واحد الحاجه اللي كتبغي تخرج عتاجه يعني كتجيك كتخرجها كما جاتك اون فوا كتبدا تخمم فيها بزاف ربما كتقدر ما كتبقاش في حلاوتها فهمتيني دونك بالنسبه لي انا السمو عليه اختاريتها علاش حيت هي كلمه اللي اولا ما كتعني حتى شي حاجه يعني كنقدر نقول لك هاك تسمو عليه ولا عافاك ملي تكون جاي جيب لي معك السمو عليه ديالي كنهضر على شي حاجه دونك بحال قلتي كتاخذ معنى بالفرنسي لو تروك فهمتيني دونك سا ما رونجي وما كت يعني ما كت كونديسيونيش ليا الالبوم بشي توجه ملي كتقول سمو عليه بحال بالنسبه ليا هي الحياه دونك انا غنقدر نتريتي يعني سمو عليه هي التروك لو تروك اه يعني ممكن نهضر على اي سوجي داخل في سمو عليه فهمتي سمو عليه دابا ولا ما فهمتيش سمو عليه ما كليب ما والو راه غير سمو عليه ديال شي اغنيه جديده سي ان البوم البوم سمو عليه سي ان البوم اللي ان شاء الله مازال خدام فيه بيان سور واللي ان شاء الله غادي يخرج هو اللي الناس كيسولوا عليه وكنتمنى انه يلق يعني يثير الاعجاب ينال هذاك هذه الكلمه اللي كتقلب عليها مصطفى لو من بين الاعمال اللي لقات نجاح كثير واللي حصلت على جائزه الموروكو ميوزيك اووردز نمبر 1 واللي درتيها فيرسون جديده اييه مع المغني الجزائري دابا القصه ديال نمبر 1 القصه ديال نمبر 1 بعدا هي كانت واحد المسابقه مسابقه اللي زعماك بحال قلتي يعني كتقول للدراري الا بغيتو تكونوا نمبر 1 كديروا كتفعلوا زعما هذه هي الفرصه الا بغيتي تبين اللي عندك باش تكون نمبر 1 كانت دارت النسخه الاولى ديالها في 2013 الحمد لله الاغنيه نالت الاعجاب ديال الناس وكما قلتي خذت جائزه والمسائل وهذا كان شجعنا العام اللي موراه باش زدنا كبرنا لو بروجي ودرنا واحد المسابقه فيها الغناء والرقص وسبور اكستريم واللي كان جديد في هذيك النسخه وكان بالنسبه لي انا واحد الشرف وحاجه كبيره هو انه كان مشروع ما بين المغرب والجزائر يعني في وقت واحد يعني كانت فرصه باش نبينوا ان الشعبين بجوج ما عندهمش مشكل نهائيا فوالا دونك كان من الجزائر لطفي دوبلكانو اللي واحد الصديق عزيز عليا بزاف وكنحترمه كفنان يعني كان هو اللي مثل الجزائر وانا مثلت المغرب بالاضافه لواحد الثله من الفنانين البراعم الفنانين الصغار اللي كل واحد والتوجه ديالو يعني كانوا الحمد لله عجبني الحال ملي جمعناهم وعاشوا واحد الحلم لقيناهم هنا في لوطيل كانوا كاملين في نفس لوطيل عاشوا مع بعضياتهم شي ايامات طلعوا سيغ سان يعني كانت اون اكسبيريونس اللي انا متاكد انها غتكون فادتهم في شي حاجه حيت كان عندهم واحد الدفعه اولى وبالنسبه لنا حنا يعني حسينا براسنا وصلنا شي حاجه من الرساله ديال الفنان بصح الفنان خص تكون عنده رساله والميساج اللي خصو يكون اسمى ديالو هو التسامح هو فهمتيني بنادم يتصالح مع راسه ومع الاخر دونك بالنسبه لنا حنا هذه كانت رساله اننا الشعب المغربي والجزائري خوت ما كاين حتى شي مشاكل ما كاينش مشاكل الحمد لله وكانت بحال قلتي كنقولوا ان الفن ممكن يحقق ما لم تحققه سياسه ولا شي حاجه اخرى يعني احنا كنعتبروا حتى الفن انه رساله كيوصل واحد الميساج اللي بطريقه اللي كتكون ارقى الله يرحم والديك يعني بلا عنف بلا غوات بلا صراع بلا والو غير خوت لا صداع على خوت برافو عليك هذا هو البلان مصطفى لو البلان زوين عليك انتما الفنانه ديال الراب عندكم مصطلحات اللي عجيبه يعني الهضره ديالك كامله فيها بلانات الله يحفظ الله يحفظ مع الله يسر المهم نتمنوا الحوار ديالنا يدوز كله نقي لا 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 شوفي على ذكر هذا النقي هذه واش انت من بين الفنانه اللي كيبغيو يغنيوا اغاني لحقاش كنشوفوا بعض الفنانه ديال الراب كيغنيو شي اغاني اللي كيستعملوا فيهم كلمات اللي شويه قباح قاصحين واش انت تقدر تغني هذه الاغاني هادو او لا سبق لك غنيتي شتي الكلمات القباح سميتيهم انت اللي ما نقيينش راه ماشي غير في الراب يعني راه في الشعبي راه عينك ما تشوف الا النور راه كاينين شي اغاني راه ما نعاودش لك فهمتيني زعما داك الشيء راه كاين في التراث وكاين حتى في ايامات دوك الشعراء العرب القدام ايامات الفرزدق وجرير يعني شي هذيك واحد التوجه اللي دوبي توجور يعني من ديما كان في الفن كان توجه اللي ربما نقدروا نسميوه جريء وكاين توجه اللي
يحترم القواعد، وكاين توجه اللي غير ربما كيخسر شي شويه الهضره غير باش يثبت الوجود ديالو. هذا الشيء كان دوبوي توجور، يعني ماشي جا مع الراب. وبالنسبه للرجع للشطر الثاني ديال السؤال ديالك، بالنسبه لي انا كنحاول نكون انا هو انا في داكشي اللي تندير. انا ملي كنكون في الدار مع والديا ولا هادي ما كنخسرش الهضره، دونك كنفضل ان حتى داكشي اللي كندير المنتوج اللي كندير يكون كيشبه ليا. ربما مره كتقول كلمه طنطن، ولكن عمرني ما زعما ما وصلت لديك الحدود فوالا. ولكن هذا لا يعني ان هذوك اللي كيفوتوا الحدود بالنسبه لي انا راه ماشي فنانه. لا، كل واحد كيعبر على راسه، كيعبر على ذاته. انا بالنسبه لي ماشي بحال هكاك، ما تنسمحش لراسي نبدا نخسر الهضره بزاف. بالنسبه اللي داروه سا لي زارونج الله يكمل عليهم. غير بالنسبه لي كما قلت لك انا التوجه ديالي ماشي في هذاك. بالنسبه لك مصطفى، شنو المواضيع اللي كترتاح فيهم اللي كتبغي تغني عليهم؟ لحقاش من بين الاسئله اللي طرحها لنا الجمهور الكريم انه واش ممكن نشوفوا مصطفى انه يغني شي اغنيه اللي تكون شويه جريئه، اللي كتهضر على الشعب، اللي كتهضر عليه هو، المشاكل اللي كيعاني فيها كيعاني منها في البلاد ديالو. شتي هذا سؤال زوين. غير هو بالنسبه لشي واحد اللي كان كيعرف ماستا مزيان، راه الا رجعتي لاول حاجه، اول اغاني اللي كنا كنديروا، راه ديك الجراه اللي كانت عندنا راه ربما ما عندش شي دراري دابا. حيت حنا على ايبوك كنا يلاه بدينا، وملي ملي كتكون عندك واحد الجراه ما عارفش المصير ديالك. مازال دابا راه عارفين ان كاينين حريات، وان ممكن دير وممكن تفعل وممكن تترك. حنا راه غنينا على راني كاعي، خص دايور خص يمشي الدري اللي سول غيسمع راني كاعي، وغادي تشوفي يعني الجراه اللي فيها. حتى المداد كانت بلوس كنهضر على لا كارير ديالي، وكنهضر على كيفاش بديت والعلاقه ديالي مع الراب اكسيتيرا اكسيتيرا. ولكن بالنسبه كما قال الاخ، ولا دوك المواضيع اللي كتكون سياسيه، حيت هو بغى يقول لك زعما شي حاجه في السياسه، هذوك هضرنا عليهم وهضرنا عليهم ومازال نهضروا عليهم ملي تجي الفرصه. حيت انا بحال قلتي ما كيهمنيش غير ندير نوصل لواحد الشهره على ظهر شي حاجه. ما كنحملش نركب انا على الامواج. مثلا نبدا نعاير في العداله والتنميه باش سوا ديزون فهمتيني نبان راني كونتر فوالا كونتر الحكومه، ولا نهضر على جو سي با كوا، نهضر على شي حاجه. مثلا انا ما نقدرش نخلي حتى مثلا شي عيد وطني ونجيو نبدا ندوي على هذاك نبدا فهمتيني ندوي لك على الوطنيه ديالي. انا غندوي لك على الوطنيه ديالي من اللي بديت، وغنبقى ندوي عليها حتى نموت. يعني ماشي في النهار المحدد، يعني بالنسبه لي ما غاديش نسيرفي فوق هذاك ليفينمون ناسيونال ولا الديني. حتى هو نهار الجمعه مباركه، وكتلقاه ما كيمشيش للجامع ما تيصليش كاع. انا جو سوي كونتر هذه القضيه هذه. ما تنبغيش نركب على شي حاجه دينيه ولا وطنيه، يعني اللي هما اللي باش نرضي الاخر وباش نبان راني ماشي هذا هو التوجه ديالي. انا الا كنت غادي نكون دياني مع راسي ومزيان مع ربي ومع العبد، غنكون في حياتي كامله بحال هكاك، ماشي من الجمعه للجمعه ولا من عيد الفطر لعيد الفطر. ولا كنت غادي نهز الرايه ديال المغرب، ما غنهزهاش، كنهزها في حياتي كامله، وغنبقى نهزها وانا مغربي وافتخر. هو بالشي المغرب بمشاكل وبكل شيء ليه عاجبني، فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ يعني الا كنت كنكريتيكي غنكريتيكي باش حيت باغي المغرب شي حاجه يولي احسن ويضاهي البلدان الاخرى، ولكن ماشي نكريتيكي المغرب باش نبان كونتر سيستيم. حيت بلادي هذيك وكما هي قابله عليا راه خصني نقبل عليها كما كانت. واخا حتى الجمهور قال بانه مصطفى مؤخرا غبر على الساحه الفنيه، وكينتظر الجديد اعمالك، وانا عارفه كانك توجد شي كليب اغنيه ديال الفنان الكبير عبد الوهاب دكالي. تماما، كان يا ما كان. تماما، هذيك سي ان بروجي اون كومون ديال امين ايوبي. سي ان غا سامبا اللي كيدير الغوك parmi les rares rockers في المغرب. دونك جات هو الفكره ومشينا عند عبد الوهاب الدكالي وجلسنا معاه، ويعني باش نكبروا بالسياد، وقلنا له الفكره وعجباته وسمعناه هذاك الماكيت اللي درنا وعجباته بزاف. انا اللي عجبني في الكليب ولا في الاغنيه كفكره انه هذه الاغنيه المغربيه العصريه الاصيله خديتوها مزيج ما بين لون الراب وهذا المزيج ديال الالوان الموسيقيه، دخلتوا عليها التحسينات هذه، يعني كيفاش جات الفكره؟
لا شتي هي اصلا كأوفر ولا كابداع كان عنده يعني كان في مستوى كبير بحال جات سابقه العهد ديالها زعما عبد الكادر كنا تنعرفوه يعني مبدع كبير وتحيه لي اكيد من هذا المنبر هذا تحيه للفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي. دونك الفكره ملي جات هي لا شونسون زوينه بزاف كتعجب تقريبا كاع المغاربه كنظن وحنا باش شديناها غير بدلنا لها غير السياق ديالها يعني هي كانت كتهضر على قصه حب ديال واحد كان يا ما كان واحد كيبغي وحده في واحد المهم راكي عارفه الكلمات حنا بدلناها يعني بدلناها هضرنا على الواقع يعني كان يا ما كان واحد الوقت اللي في المغرب كان فيه التسامح وعرفتي يا ما كانت الكره زوينه كان الجري زوين كان فهمتيني يعني لاج دور ديال المغرب في جميع الميادين يعني تبدلت الوقت دابا ولا الفيسبوك ولا عايرنين عايراك ولا واحد كيخرج فيديو ولا شي يكذب على شي وبارطاجي وفهمتيني ولا طلع ان كنحسوا بواحد الكراهيه شي ما باغي شي وما عرفت مالهم فهمتيني دونك بغينا نقولوا ان راه المغرب اللي عزيز علينا كاملين واللي عشنا فيه وبغيناه يبقى راه هو داك المغرب اللي حنا فيه كاملين خوت وترونكيل وشي باغي يعاون شي ماشي شي ما حمل شي والفكره كانت هي هذه يعني كان واحد الوقت اللي كان كلشي متسامح وفي يوم من الايام هنا فين كتبدل الدعوه كتولي الحروب كيولي شي باغي كتولي شي شويه ديك الحركات الكراهيه اللي حنا ما باغيناهاش واللي الحمد لله المغرب ما عمره ما غيطيح فيها كومبليتمون دونك حنا كفنانه رسالتنا كنا ما كان ممكن الا ندوزوها بحال هكا كليب فيديو كليب اون شونسون اللي كان نرجعوا يعني اوماج لواحد لارتيست اللي كنحترموا كاملين وكنتمنى المهم كنخليكم حتى تشوفوا الكليب ترويها العجايز للصبيان بالما تنام يغني عراوي حمام الزمان بادي الكلام كان العجايز للصبيان قبل ما تنام يرويها راوي عمام نسمان بدي الكلام كان يا مكان خوات البلاصة ومشات من بعد ما كان جامعة نضرب الدران ورشات اسم الفيسبوك صح ولا نوكات بوكي هادو زيد بوكي هادي ونسى اللي فات سببنا كاع الكاشيا ورك فاك الفلاش يا بغيتو تهربو من المرموز وطحتو في الشاش يا قاعدتي في النفاق بوكي تشوف شكون ملايك يا كاميراك ما قاعدش لك اللي تسمعو في المايك يا مايك تاع الشعب اليوم شد الكورنا نتوما شد الصف مالكم شد في الله واش درنا تيق بيا راني جاي انا منين جيتي وقتاش شصفى الحال ونفكرك الا نسيتي وفي يوم ولينا عاجت القبيلة وسالينا مات فينا الإحساس وعاش فينا اللهاج علاش دينا غال عجاج سينا باللي متاج يحتاج مبقى فينا الحب مبقى فينا الحنان كل شي مشى مع كان يا ما كان فهمت الكلاب واش وصلك دابا كاع المعاد أو كان الله عليك مصطفى لو كنتمنى لك حد موفق في المسيره الفنيه ديالك ولكن انا من الصباح وحنا كنهضروا على العمل ديالك والاستوديو هذا والمسيره الفنيه ديالك نبغي نعرف فين كيبغي يمشي مصطفى لو فين المتنفس ديالو
تجسس تقوسيس هذا كيتسمى. بغيتي تعرفي فين في مرتاح اكيد. هي غالبا كان يعني بحال قلتي الى جينا نهضروا على الحياه اليوميه كنمشي للدار تستون مع الوليدات والمسائل راكي عارفه كتبقى لا بتيت فامي افون تو، ولكن بغيتي تعرفيني شنو كندير الا ما مشيت مع لا فامي مشيت مع لي زامي. عندكم واحد القنت البلايص زوينين اللي كتبغي تمشي ليهم هذا عندكم واحد القنت عندكم واحد القنت كنمشي نقصر فيه تقصروا معايا انتو. مصطفى لو ديما كتجي هنا تبارك الله راه كتعرف تلعب الجولفازور، يعني واش هذه هي الهوايه المفضله عندك ولا عندك شي حاجه اخرى؟ لا الهوايه ديالي المفضله زعما اوغ الدار الوليدات ونشد الزتون معاهم كنجي لهنا لبول افنيو مع الدراري تنعرفوهم وحتى الدراري اللي خدامين هنا سي بحال قلتي صحابنا دونك كتحس براسك شتوى كنقصروا تبارك الله الكلوب حتى هو نيت راه عامر اليوم وكيكون عمر لا تيكون عمار من هكا راه دابا غير دابا عيط للسيد وداك الشيء دونك وجدنا البلاصه فوالا مي نورمالمون تيكون الهار حتى من بعد ملي تيكون شويه ملي تتكون الدنيا عامره. انا غادي ندير معك واحد نقدروا نقولوا واحد اللعبه انا وياك تويشيه تويشيه كيف كتقولوا انتم الروابا اكزاكتومون. ما صافي نعطيك ثلاثه ديال الفرص، الفرصه الاولى صافي ثلاثه زيد ثلاثة بارك عليك على حسب حتى الوقت ديال البرنامج سير على الله. الفرصة الأولى إلى تعطاتك فرصة أنك ترجع للوراء وتغير شي حاجة من حياتك، نبداو بحياتك هي الأولى. من حياتي؟ من حياتك أنا كنآمن بالقضاء والقدر. يعني هذا الشيء اللي وقع لي في حياتي ربي سبحانه وتعالى قدروا عليا. دونك إلا بدلت ما غنبدلت شي حاجة من 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 حياتي من داكشي اللي مقدر عليا الله. شي حاجة ندمتي عليها وتبغي تغييرها لو رجع بك الزمن للوراء. ربما شخصيا إلا بغيت نبدل شي حاجة هو أن لا فيتاس باش خدمت الألبوم قبل ما تولي عندي مسؤولية بحال دابا كان عندي شوية الوقت ليبغ كنت ممكن نخدم الألبوم وربما أكثر كاع جوج ديال لي زالبوم سولو كنظن إلا رجعت للور غادي نسبيدي باش نخرجهم. تكون قوة كبر من هاد السرعة السرعة نديرهم في سرعة أكبر. الفرصة الثانية مصطفى لو إلى أنه تعطاتك فرصة بأنك تبدل شي حاجة في بلادك في المغرب شي حاجة اللي ماشي هي بلاصة شنو دير؟ وكان عندي زعما لو بوفوار باش نبدل باش تبدل شي حاجة اللي ماشي هي بلاصة. كاينين جوج اللعيبات شنو هما؟ كاينة وحدة أرتيستيك والأخرى كولتوريل. ربما كنت نعطي أهمية ونعطي بلوس دو فالور للتمغربيات حيت زعما مع الاسف وليتي مثلا ملي مشاو الدراري يخدموا في شي قنت ولا هذه خصك يكون عندك داك الفرنسي اللي ما فيهش الغلط فهمتيني وحنا في المغرب دونك ربما كان خص يكون عندك العربيه ولا العربيه الفصحى الا ما كانتش الدارجه اللي ما فيهاش الغلط بعدا عاد باش نشوفوا الفرنسي. دابا كنشوفوا ان خصك يكون عندك فرنسي واعر احسن ما يكون عندك لغه عربيه واعره فهمتيني. ربما كنت نعطي اهميه اكثر للغه العربيه الكساس والفصحى والمغربيه نعطيها اهميه اكبر سم هاو فهمتيني بطريقه ما. وبالنسبه للفنيا كنت
كنظن ان واحد الحقبه داز فيها كان اللي كان خاصه هو الرجل المناسب في المكان المناسب. شتي في المغرب اون فوا كيتحط الرجل المناسب في المكان المناسب هذاك السيكتور ولا هذيك اللعيبه اللي تحط فيها فهمتيني كتخدم مزيان. دونك ربما بالنسبه للدراري على الاقل في لاكولتور هيب هوب وهذا الشيء اللي كنديروا حنا كنت ممكن نعزل واحد من الدراري اللي يكون عنده ان باجاج كولتوريل وفي نفس الوقت يكون يكون ولد الحرفه كما كنقولوا اللي فوالا باش يعطي لهاد الدراري يقاد ليهم شي بروغرام اللي غادي حيت بزاف ديال المواهب كيضيعوا بزاف. علاش؟ حيت البروغرام اللي كيكون محطوط بطريقه بحال قلتي ستاندار دونك ماشي 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 مشخصه فهمتيني كتكون غير الفن بصفه عامه والفن راه من الفن راه كتبدل الدعوه. دونك بالنسبه ليا ناخذ الرجل المناسب في المكان المناسب وبالنسبه لهذا الشيء اللي كنديروا ناخذ واحد من هاد الدراري ديال لا كولتور اي بوب ونعطيه يعني نعطيه مسؤوليه ديال يجيري هذه المساله هذه ويحط بروغرام غتكون عنده اون فيزيون اللي غيكون كيقتسم مع هذوك الدراري. كنظن هادشي اللي كاين مي سينو الحمد لله المغرب راه زوين واخا هكاك راه الحمد لله على كل حال. الفرصه الثالثه مصطفلو الى تلاقيتي اولا تعطاتك فرصه انك تلاقى برئيس الحكومه عبد الاله بن كيران شنو تبغي تقول لي؟ عبد الله بن كيران شنو نقول لك؟ شنو غادي نبغي نقول لعبد الاله بن كيران؟ اول حاجه غنبغي نقول ليه الله يعاونك عنده مسؤوليه دونك غنقول ليه الله يعاونك. وثاني حاجه غنقول ليه كون راجل فهمتيني يعني ملي كنقول لك كون راجل سي بحال راه زعما الثقه ديال الشعب دار فيك واحد الثقه ما تبخلوش فهمتيني يعني فين ما تبغي دير شي حاجه الثقه فيها وجه الله والثقه فيها الشعب صافي. هادشي اللي غنقدر نقول ليه زعما ما غاديش نقول ليه درتي ولا ما درتيش حيت عارف ان سهله اي حاجه سهله تجمع بالفم ولكن صعيبه تدار بالدراع. دونك ربما الا كانوا شي حوايج اللي ما تحققوش لحد الان من نهار خدا هو كرئيس حكومه ربما هذيك الحاجه واخا تحط فهمتيني اكثر واحد فهمتيني كيفهم. الحوايج اللي باقي ما تحققوش انت كفنان كتشوفهم يعني ولات صعوبه كبيره باش انك توصل لها مثلا كاينين بزاف د الحوايج ما محققينش ولكن سي با دو سا فوت هو فهمتي ماشي الغلط ديالو. بارك الله عليك مصطفلو في الحقيقه شكرا. كانت حلقه ممتعه معك وفيك شي كلمه للمشاهدي قناه بزاف تي في شنو تبغي تقول لهم؟ اللي غنبغي نقول لهم هو حنا فرحانين بعدا بقناه اللي متخصصه في الكليبات فهمتيني كنا كنحلموا تكون عندنا شي قناه خاصه كدوز كليبات ديالنا وهذه باش ننتجوا كليبات. دونك حنا فرحانين بزاف تي في وكنقول بزاف تي في عاوني الفنانه بالنسبه اللي عندهم كليبات راك بيان سور غدوزوهم عندكم واللي ما عندهمش كليبات ديروا لهم كليبات وخلي داك الشيء يتحرك وهذا الشيء اللي كاين تبارك الله عليكم. وكون هاني راه حتى قناه بزاف تي في فتحات الفرصه امام جميع الفنانه باش انها تنسج لهم كليبات ديالهم غير يكونوا اعمال اللي تكون متميزه اكيد وحنا راهن الاشاره. شكرا لك مره اخرى مصطفلو وتحيه ليك مره اخرى ومسيره فنيه موفقه. الله يبارك فيك. امامكم مشاهدين ومتتبعي واوفياء برنامج فيستا كنضرب لكم موعد ان شاء الله الاسبوع القادم مع فنان جديد وتحيه لكم وتبقاو على خير. السلام عليكم. جيب لك غير الوسواس فرق وجيب الزاو ودير شرف قلوب الناس سيب ويركب هيمة مرش ليك كساس ودنيا قلبة دايما رودة صار وقت قداس شكون قال لك سيرو سلمو تيقع سمك اللي قاعد فرصة ودابا تيقع سلسل قاعد يا المدينة كتزيد كيما كان كيدور نور شابعي تختي فيه وفكارو تختي فهارو مارو لصديق يا وكاع رفيقنا ما يعرف جار شيطان وشيطان سد لك العين كان بلان وخبي في ظلام ولا بين شوف شكا تسعين بلا مينوت كاين من غير لا مينوت تي راسك وما لاقيش فين عينو فاس مال والو واش يبان ولا واش عطاك الكود والو غسبان شد الفران عرفت لوك كي ترين تيشد معاك الطريق بلا كلام شفت من عشير طاح له سنان بلان على الطايره فاسو كيما كان ولا كلا تاع فرفيق داك تفيق وبلا عريق كيما تمرض موس مرض انسان واخا تشوفو كاع سما لبالو كاع حدا منو ديال ما سلم سلاح كيما لابس كيمونو واخا ما فيدوش كاع ديون تشيك كريمينو نروح لي خلابه ديالو فليسرو ولا منو No, 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 no,